الاجواء كانت ماشيه ازاي يعني الدنيا رايحه ازاي في نادي الزمالك؟ لا انا شايف الحمد لله كمان عموميه حرص عليها تكون موجوده على اعداد كبيره، وده حاجه مشرفه جدا، وده حاجه اعتدى فيها نادي الزمالك دائما وابدا بيحضر الحياه الاعلاميه ويكون دايما سند للنادي. فانا عايز اقول ان المجلس اللي يختار بتختار الجمعيه العلميه ولا حكومه زملكاويه، محدش شاف المجلس اللي جاي كل المرشحين زملكاويه على مستوى عالي جدا ومصر محترمه جدا، بس الواجب علينا زي ما بنقول ان احنا لازم نبقى كلنا ورا المجلس. مجلس منتخب من الجمعيه العلميه، لازم كلنا نحترم الجمعيه العلميه ولازم نساند المجلس. سواء كنا جمهور، كنا اعضاء في النادي، دي كلها حاجات لابد ان احنا نكون واقفين جنب مجلس الاداره ونساند. احنا لما كنا في المجلس التقديم وقدمنا استقاله جماعيه، ليه قدمنا استقاله جماعيه؟ كان في مشاكل جامده، في مشاكل جامده وحاجات كتير احنا عايزينها، النادي محتاجها. يعني فلوس محدود عليها، مش عايزين نخش في التفاصيل يعني، لكن في مشكله، في مشكله جامده. فالمشكله دي انا عارف ان المجلس اللي جاي ان شاء الله قادر على ان هو يحل هذه المشاكل، بس بشرط ان احنا كلنا نقف جنب المجلس ونقف جنب ان شاء الله في هذه الحاله حل هذه المشاكل، وهتيجي لعيبه على مستوى عالي، وهتوفر المحطات الماليه، ويعود الزمالك بقى الى البطولات بقى الناس يعني مشتاقه للبطولات الرحاليه والافريقيه والعربيه، وان شاء الله ونسعد جمهورنا. يعني احنا عايزين يعني نسعد جمهورنا، جمهورنا يا جماعه جمهور عظيم جدا. جمهور الزمالك ده جمهور في نص العالم، ده مشاهد الناس كلها. انا لسه بقول معرفش بقولكم ولا اقول ليه، ان الماتش الافريقي اللي فات ارتسلار، ماتش ارتسلار، الماتش ده احنا كنا مغلوبين هناك 2-0، وهنا 1-0 قدام الاول فينو، يعني مطلوب من جيش مع تجوال، ما حصلتش ملحمه جماهيريه، ما حصلتش، وظل الجمهور يشجع طول الوقت المباراه لغايه اخر ثانيه، ويشجع بروحه باخلاص لغايه ما الزمالك قدر يعود ويحقق وكانت معجزه. ده بسبب ايه؟ بسبب جمهور الزمالك. يا رب نقدر نسعده ونقدر نحقق له كل البطولات اللي هو عايزها. طب حضرتك شايف يعني كان في حاله من الحب بتسود المعركه الانتخابيه قبل الانتخابات، ساعه الانتخابات الكل حصل مشاكل النهارده، ازمات النهارده، طعون ضد بعض، طيب هل الناس هتقدر تحرك بطول الحب ولا نتمنى ان احنا نبعد بقى عن التظلمات، نبعد عن الشكاوي، خلاص بقى عايزين الزمالك يستقل يا جماعه. كل واحد حتى يعني كل واحد حتى يجي على نفسه، كل واحد حتى يجي على نفسه، هتفيدك ايه في التظلمات والخناقات؟ لا لا لا، عايزين خلاص قلنا ان كل المرشحين كلهم زملكاويه بحضن نادي الزمالك، فاحنا لازم 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 نقف كلنا جنب المجلس عشان يقدر يعود يعدل الكابو اللي احنا فيها دي، ويحقق للزمالك الطموحات اللي هو عايزها. فانا ما بقيتش حكايه الطموحات، ما بقيتش المشاكل، خلاص مجلس الجمعيه اختارته يبقى خلاص انتهى، كلنا نبقى جنبه، كلنا نبقى راض، عشان هو ده السبيل الوحيد طبعا لتحقيق اليوم الوحيد للسعاده. اي مجلس موجود يبقى كلنا بنخدم صح نادي الزمالك. رأي حضرتك ايه يا سيادة اللواء في تنظيم العملية الانتخابية على مستوى التنظيم؟ أي جمعية عمومية فيها ثغرات، في بعض الحاجات البسيطة، لكن بسيطة يعني الحمد لله، ما تأثرش في العملية الانتخابية، بس أهم حاجة تكون الخروج المفروض الدخول بتخش من باب، الخروج بيخرج من باب ثاني، الناس بتيجي تخرج من نفس باب الدخول بتحصل احتكاك ما كانش لازم اليوم دي. ليه؟ دي حاجه خاصه لكن ملهاش دعوه بالعمليه الانتخابيه، كانت تبقى منظمه. انا ما احسش الناس بتكذب الحته دي، المفروض حته وارده
ورد في كل حته يعني. لكن الحمد لله البنات الانتخابيه مرت بسلام، ما فيش حاجه تعوقه جمعيه ولا الكلام ده، وعدت على كيت وبركز يا جماعه لو سمحتوا. اي مجلس جمعيه العمال تختاره لابد ان احنا نقف جنبه، ولازم ان احنا نسنده، ولازم ان احنا الجمهور برضه لازم يقف جنب المجلس عشان الزمالك يعود، لان يعني عنده مشاكل احنا حاسين بيها، لازم يعود الزمالك ويعود البطولات ويظهر الجمهور المرحله اللي جايه.